بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 27. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام في تفسير القرآن الكريم وبيان أحكامه في هذا البرنامج، أحكام القرآن الكريم. وقد تقدم الكلام على قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، إلى قوله تعالى: وكفى بالله شهيدا. والآن نأخذ ما تيسر من بيان أحكامها حسب ما ظهر لنا. فيؤخذ من هذه الآيات الاستنكار على من يعترض على أحكام الله، لأن هؤلاء لما فرض عليهم القتال وكانوا من قبل يطلبون فرضيته ويستبطئون نزوله، فلما حصل ما تمنوه إذا فريق منهم يعترضون ويقولون: ربنا لما كتبت علينا القتال؟ وبقطع النظر عمن صدرت منهم هذه المقالة، هل هم من أهل الكتاب الذين ذكرهم الله في قولها: لم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم: بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، أو أن المراد بها المنافقون الذين هذا ديدنهم، وهو الاعتراض على أحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أن ذلك في فريق من المؤمنين ثقل عليهم الجهاد فقالوا هذه المقالة. فعلى كل حال يؤخذ منها أنه لا يجوز الاعتراض على أحكام الله ورسوله، لأن الله جل وعلا يشرع الأحكام في أوقاتها المناسبة لها، فلا مجال. والمؤمن فرضه أن يمتثل أمر الله عز وجل من دون تردد ومن دون تأخر. يؤخذ منها أيضا أن القتال شرع بالتدريج كغيره من الشرائع الشاقة. فأولا كان القتال محرما، وذلك يوم أن كان المسلمون في مكة، لأنهم لا يستطيعون القتال، فيترتب عليه حين ذاك مضرة أكثر. فالله قال لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أذن به إذنا لا أمرا، وذلك في قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثالثا أمر بقتال من قاتل والكف عمن لم يقاتل. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. رابعا أمر بالقتال مطلقا، وذلك في قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم خذوهم احصروهم
اقعدوا لهم كل مرصد. أحينئذ جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيوش وقادها بنفسه، أو أقام من يقودها نيابة عنه، وكذلك نظم السرايا وغزا الكفار في بلادهم ونصره الله عليهم لما قوي المسلمون وصار لهم شوكة ومنعة، وصار يرجى من القتال النتائج الطيبة، فحينئذ شرعه الله سبحانه وتعالى لما فيه من نصرة الدين ودحض الباطل وإزالة الشرك أو إذلال أهله وانقيادهم للإسلام بدفع الجزية. ذكر معنى هذا الكلام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد. يؤخذ من هذه الآيات تحريم القتال إذا كان المسلمون لا يستطيعونه، لأن ذلك يترتب عليه ضرر أكثر، ولهذا كان المسلمون منهيين عن القتال في مكة قبل الهجرة لأن ضرره عليهم أعظم مما فيه من المصلحة. وهذا حكم باق ومستمر وليس منسوخا كما قاله بعضهم، بل إنه باق ومستمر. فإذا كان المسلمون ليسوا على استعداد لقتال الكفار فإنهم يكفون عن القتال إلى أن يستطيعوا ذلك. ويؤخذ من هذه الآيات أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وذلك لأن المسلمين لو قاتلوا وهم لا يستطيعون القتال لترتب على ذلك مضرة أكبر، وإن كان القتال فيه مصلحة لكن الشيء إذا كانت مضرته أكثر من منفعته فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه قاعدة معروفة في الشريعة الإسلامية، وربما يعبر عنها بارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. يؤخذ من هذه الآيات وجوب تحمل ما في القتال من مشقة نظرا لعواقبه الحميدة، كما في قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويؤخذ من هذه الآيات حكمة الله جل وعلا، حيث يشرع الأحكام في الأوقات المناسبة لها، فإنه سبحانه وتعالى في وقت حرم القتال على المسلمين لأنهم لا يستطيعونه وضرره أكثر من نفعه، ثم شرعه لهم لما كانوا على أهبة الاستعداد وكان خيره ومصلحته أرجح من ما فيه من المضرة. ويؤخذ من هذه الآيات المقارنة بين اللذة العاجلة والعقوبة الآجلة، فالعاقل لا يقدم على لذة عاجلة تعقبها ندامة وعقوبة آجلة، وذلك لأن ترك القتال والراحة والإخلاد
إلى الراحة فيه لذة عاجلة، ولكن عاقبته على الإنسان وعلى المسلمين عاقبة سيئة من تسلط الكفار واعتدائهم على المسلمين، فتركت اللذة العاجلة لأجل الراحة المستقبلية في الجهاد وما يترتب عليه من المصالح. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.